مع إعلان إثيوبيا البدء في تنفيذ سد النهضة عام 2011 والمفاوضات لم تنتهي، جلسات متواصلة بين مصر والسودان وإثيوبيا، تارة يترك الأمر للجان فنية تابعة لوزارة الري بالدول الثلاث، وتارة تتدخل القيادات السياسية في محاولات للوصول لصيغ توافقية. نقاط فنية عدة لم يتم الاتفاق عليها، أبرزها حول قواعد ملء وتشغيل السد. أخبار الآن قامت بمقابلة العديد من الخبراء والمعنيين بالأمر في محاولة لجعل الأمر أكثر وضوحا حول هذا الملف الشائك. المفاوضات دي مستمرة بقالها ما يتجاوز التسع سنوات ما بين دول مصر والسودان وإثيوبيا للمحاولة للوصول لآلية أو توافق حول آلية التشغيل وآلية الملء بخصوص سد النهضة الذي أعلنت عنه إثيوبيا ببنائه أو الشروع في بنائه في 2011 بشكل منفرد دون التنسيق مع دول المصب. وعلى هذا الأساس انخرطنا في سلسلة من المفاوضات على مدار تسع سنوات زي ما ذكرت لحضرتك، وكان آخرها ما توصلنا إليه في برعاية أمريكية ووجود كمان البنك الدولي في مفاوضات كانت حسيسة ومكثفة جدا حتى يوم 21 فبراير الماضي اللي كان من المقرر ان احنا نوصل فيه لتوقيع كمان خلاص على بعض النقاط بعدما توصلنا في اخر اجتماع يوم 12-13 فبراير لابرز النقاط التوافقيه حول قواعد الملء والتشغيل، الا ان اثيوبيا لم تحضر هذا الاجتماع او هذا الموعد 21 فبراير وعلى اساسه توقفت العمليات التفاوضيه في ذلك الوقت. وعلى هذا الاساس كانت مبادره من الجانب السوداني بالدعوة ثانية لاستكمال المفاوضات، وده كان خلال الفترة الأخيرة، وبالفعل مصر وافقت على استمرار المفاوضات وتم انخراط في المفاوضات يوم 9 يونيو الجاري، وعلى أساسه كنا حددنا بعض الثوابت لإجراء المفاوضات من أهمها الاحتكام لجدول زمني معين اللي هو من يوم 9 ليوم 13، إلا أن المفاوضات استمرت فاستمرينا حتى الأمس يوم 17، وكانت النتيجة للأسف عدم الوصول لنقاط توافقية بسبب تعنت الجانب الإثيوبي وتشدده، بل بالعكس كمان ارتداده على بعض ما كان توافق عليه في السابق وكان وقع عليه حول نقاط قواعد الملء والتشغيل. احنا بدأنا مفاوضات واشنطن في ديسمبر وفي عدة جولات ومفاوضات فنية على مستوى وزراء الري ومفاوضات أخرى على مستوى وزراء الخارجية، ثم انتهينا إلى أن يتم اتفاق في نهاية فبراير هذا العام. لما جينا في موعد التوقيع يوم 29 فبراير للأسف لقينا إثيوبيا تغيبت عن الحضور، في حين أن مصر والسودان حضروا والبنك الدولي والولايات المتحدة الأمريكية ممثلة في وزارة الخزانة، دول كانوا بمثابة وسطاء، هم اللي عملوا صياغة هذا الاتفاق، لكن عدم وجود إثيوبيا أوقف كل شيء وتوقفنا عن هذا. بدأنا نسمع تصريحات إثيوبية أن الملء والتشغيل سوف يبدأ في يوليو دون الرجوع إلى مصر، وأن إثيوبيا بتعترض على الصياغة اللي كتبتها البنك الدولي، وإن أمريكا تجاوزت الدور كمراقب وإنها عملت يعني وكتبت، وده شيء من وجهة نظر إثيوبيا إنه ما كانش يتم. مصر لقت إن التصريحات الإثيوبية تصريحات يعني شديدة بتخطئ مسار واشنطن، في نفس الوقت بتقول إنها تبدأ الملء دون الرجوع إلى مصر السودان، وأن إثيوبيا لها الحق في استخدام مياهها دون الرجوع لأي طرف. والرفض اشتراكي في المفاوضات والحكم عليها بالفشل وإنها مفاوضات عبثية منذ البداية لثلاث أسباب. السبب الأول أن إثيوبيا كملت كل الإجراءات بتاعت الدراسات وبتاعت العطاءات وبتاعت وضع حجر الأساس، ثم بعد ذلك أخطرت السودان ومصر، وهذا بيتنافى مع القانون الدولي والقانون الإقليمي والقانون الثنائي. تسع سنوات وعدم التوافق يتصدر المشهد، بل الأدق أن نقل
اختلافات كبيرة في وجهات النظر حول نقاط فنية وقانونية. وما يزيد الأمر تعقيدا هي تصريحات مسؤولي تلك البلدان بعد فشل كل جولة من المفاوضات. القاهرة تؤكد التعنت والتنصل وعدم التزام إثيوبيا بالتفاوض، وأديس أبابا تؤكد بأن القرار يخصها وحدها بلا اتفاقات ملزمة. أما الخرطوم تحاول تقريب وجهات النظر، ولكنها لا تخفي أيضا خطر تشغيل السد بدون اتفاق. احنا مختلفين على بعض المفاهيم الرئيسية زي تعريف الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة، مختلفين على آلية تشغيل السد المتعلقة بكمية المياه المنصرفة من السد خلال خصوصا فترات الجفاف، وضمان الحفاظ على بعض الحقوق المائية سواء للسودان أو لمصر، مختلفين على إدارة السد. وطبعا ده إثيوبيا ترى أنها هي صاحبة اليد العليا والطولة، بل بالعكس كمان ترى أنها لديها الحرية لإنشاء أي عدد من السدود على أعالي النيل في السنوات القادمة. مختلفين على بعض نقول الضمانات المتعلقة بالحفاظ على مواردنا المائية وحقوقنا المائية، وكمان طبعا بالاضافه بعض النقاط القانونيه اختلفنا عليها زي الزاميه تطبيق وثيقه التوافق او الاتفاق يعني، او اليه فض المنازعات وغيرها من النقاط القانونيه. في اربع موضوعات قانونيه هم مختلفين عليها، ولذلك مهما كانت درجه الاتفاق في الجوانب الفنيه لا يكون له اي وزن ما لم يتم الاتفاق على الاربع جوانب القانونيه، وهي على وجه التحديد هل الاتفاقية ملزمة أم غير ملزمة. طبعا ده يعني ده يكون موضوع أثارته إثيوبيا أنها ما بتريد تلتزم، لأنه من البداية قالت في المفريات تكون غير ملزمة. أما ما رفضته إثيوبيا من حيث الجوانب القانونية، أنا حقيقة ما أسمعش يعني جوانب قانونية بالشكل المطلوب، لا ده جوانب إجرائية، يعني رفض كل التفاصيل الفنيه انها تتضمن في الاتفاقيه، رفض وضع بند لحل النزاع قانونيا سواء بالتقاضي او باي طرق اخرى، رفض بند الالزام لاثيوبيا او للاخرين بما جاء او بما يجيء في الاتفاقيه، اعطاء اليد المطلقه لاثيوبيا انها تفعل ما تشاء من سدود ومشاريع في النيل الأزرق بدون الرجوع إلى مصر والسودان، شيء غريب جدا يعني الحقيقة. بند يسمح لأثيوبيا بتعديل الاتفاقية بطرف واحد، يعني هي تعدل وإحنا نقول لها شكرا قلت لنا يعني بس للإبلاغ. وبعد الإعلان عن فشل المفاوضات رسميا، قررت القاهرة اللجوء لمجلس الأمن للبت في هذا الملف، مؤكدة بأن السد يشكل خطراً على الأمن المائي والإقليمي. هو بالتأكيد عدم وصول لتوافق فهذا يعتبر تعثر شديد جداً وتوقف المفاوضات بشكل كبير، وهذا هو اللفظ الأنسب، وعلى أساسه تم الوصول لقرار برفع الأمر للسادة رؤساء الوزراء في الدول الثلاث لبحث سبب الأسباب الحقيقية للتعثر وبحث إمكانية الوصول لحلول لهذه النقاط واستكماله أو من عدمه، ده يرجع طبعا لقرارات طبعا السادة رؤساء الوزراء. وحتى اللحظة التصريحات الإعلامية المتبادلة بين القاهرة وأديس أبابا تجاه الموقف الرامي لتشغيل سد النهضة مستمرة، اتهامات لإثيوبيا بالتصرف وبشكل أحادي دون التنسيق مع دول المصب والتي ستتضرر بشكل كبير جراء هذا المشروع الذي يعتبره الإثيوبيون أساس نهضة شاملة لبلادهم، وهو نفسه الذي يراه المصريون والسودانيون يشكل خطراً كبيراً على حصتهم من مياه النيل. فهل يحدث تصعيداً سياسياً خلال الفترة المقبلة؟ أم ينجح مجلس الأمن فيما عجزت فيه مفاوضات 9 سنوات كاملة؟